وعدت البعض منكم انه اليوم قبل ما نبلش المحاضره نستعرض بعض حلول لبعض الاسئله ممكن تقترحوها، فاللي عنده سؤال يتفضل يسال. بالذات شابتر 8 انا تنبأت في بعض المسائل فحطيت الرسومات تبعتها هنا، بس خلينا نشوف شو عندكم في الاول. سؤال 8 8. مش من الضمن. انا حطيت توقعت 8 5 8 9 8 8. نفتح عليه. ثمانية ثمانية. أوكي، عندنا الوضع التالي، عندنا قطعة أرض مثلثة الشكل A B C ومعطيك إحداثيات زواياها. لتكن هذه هي نقطة A. خلينا نشوف النقطة B. هذا Y وهذا X حسب ما هو متعارف عليه في المساحة، صح؟ أنا طول عمري بقول سكتش صحيح ثلثين أو ثلاثة أرباع الحل. طلع على الواي للبي، اكبر من الواي للاي ولا اقل؟ اكبر. والاكس كمان اكبر. اذا النقطه بي نتوقع تكون وين؟ في المكان هذا، هاي النقطه بي. طلعنا على النقطه سي، الواي لها اكبر بس الاكس واقع بين التنتين اي وبي، صح؟ يعني معناته سي بدها تكون هنا، يعني الواي لها اكبر بس الاكس واقع بين التنتين. اذا قطعة الارض تبعتنا هي بالشكل هذا، هو شكلها على الارض. مطلوب تقسيم الارض هذه لنصين متساويين في خط ام ان. بحيث النقطة M تقع على الخط AB، أي نقطة M، والنقطة N تقع على الخط BC، هي N، لأن هذا هو الخط اللي عندنا، ومسافة النقطة M من A معروفة إنها 25 متر. إن هذه المسافة أو هذه المساحة عفوا بتساوي هذه المساحة، لأن الأرض مقسومة إيه؟ لإيش؟ لنصين. شو المطلوب بالسؤال؟ إحداثيات نقطتين. إحداثيات النقطتين. هذا سؤال ذكي، شبك شابتر 7 شابتر 8. قديش هي إحداثيات النقطتين؟ أوكي. أول شغلة بنقدر نجدها من الإحداثيات المعطية معنا هي إيش؟ مساحة الشكل الكلي A B C. إذا الأريا للشكل الكلي A B C، فما تتوقعوش إن أنا أحل لكم كل شيء رقميا، أنا بدي أعطيكم أفكار وأنتم بتطبقوها. تحسبها طريقة إيش؟ كوردينيت. تحسبها بطريقة الكوردينيتس. طول الضلع الكلي AB معروف ولا مش معروف؟ من الإحداثية. اطرح منه 25 متر بضل عندي
الجزء هذا سميه A. هذا الجزء سميه B. الزاوية هذه يا شباب معروفة سميها بيتا. تقدر تحسبها بأكثر من طريقة. طالما عندك إحداثيات تقدر تحسب الأزيموث للضلع بي سي والأزيموث للضلع بي اي. هاي الشمال الأزيموث الكبير ناقص الأزيموث الصغير بيعطيك بيتا. هاي طريقة. في عندنا طريقة ثانية. الشكل الكلي معروفة مساحته ولا لا؟ معروف. طب مساحة المثلث بتكون أو بتساوي إن نص حاصل ضرب ضلعين متجاورين في صاين الزاوية اللي بينهم. الضلع بي اي معروف طوله من الإحداثيات والضلع بي سي معروف طوله من الإحداثيات صح؟ والمساحة معروفة. بطبق مع المعادلة اللي هي الأريا بتساوي نص طول الضلع اي بي بطول الضلع بي سي ساين البيتا. ومن هذه المعادلة شو بوجد؟ بيتا. إذا بيتا معروف عندي. هسا المثلث الصغير هذا ام ان بي شو صار معروف فيه؟ مساحته. مساحته شو بتساوي؟ يعني اثنين. مش نص مساحة الشكل الكلي؟ مش بدك تقسم الشكل الكلي لنصين؟ إذا مساحته هي اثنين معروفة. شو بتساوي؟ نص A اللي هي طول الضلع الكلي ناقص 25 في B. B معروف ولا مجهول؟ لا مجهول. في B في ايش؟ في ساين بيتا. بيتا معروف ولا مش معروف؟ اذا شو المجهول الوحيد المعادلة هذه؟ B. من هنا بنحسب B. اوكي هلا عرفنا B. خلينا نشوف الوضع التالي. هلا عندي النقطة B إحداثياتها معروفة نرمز لها بمثلث. هذا الضلع من B إلى C وهذه النقطة N وهاي المسافة B وهاي الشمال North. هذا الأزيموث للضلع من B إلى C معروف الأزيموث ولا لا؟ ألفا بي سي معروف. إحداثيات النقطة B معروف. المسافة من B إلى N معروف. نقدر نحسب إحداثيات N ولا لا؟ هذه basics of chapter 7. لحساب إحداثيات أي نقطة بلزم لك ثلاث معلومات. إحداثيات نقطة بداية، المسافة من نقطة البداية المعلومة إلى النقطة المجهولة، ولازم كلهم معروفة بحسب إحداثيات النقطة. هذا غيره. عندنا دائرتين متماستين، واحدة نصف قطرها 20 متر، واحدة نصف قطرها 15 متر. R1 وR2 طالما متماستين معناته هذا الخط اللي هو المماس المشترك بيصنع لي هنا زاوية 90 درجة وهنا كديش؟ يعني معناته هذا الخط كولينير. شو معنى كولينير؟ يعني كل النقاط اللي هي هذه وهذه وهذه على استقامة. يعني مطلوب مساحة المنطقة المظللة. طب مساحة المنطقة المظللة هذا طول الكل قديش يا شباب؟ 20. وهذا قديش؟ 15. هذا كومون تانجنت مماس للدائرتين. إذا هذا يصنع زاوية 90 وهذا زاوية 90. شو صار الشكل هذا شباب؟ شبه منحرف. شبه منحرف. تظن جت مساحته؟ مجموع القاعدتين على اثنين في ايش؟ الارتفاع معلوم؟
مش معلوم. بدنا نوجد. بدنا نوجد. اسكت لي عمود من هان. لهان. خليه افضل شوي. صار عندي انا مستطيل مزبوط ولا لا؟ طيب هاي 15 هيدا تكون 15. اذا هذا الجزء قديش بده يكون يا شباب؟ 5. هاي زاوية قائمة وهذا وتر طوله 35. نقدر نوجد الزاوية هذه ولا لا؟ كوساين الزاوية هاي شو بيساوي؟ مجاور على الوتر صح؟ هذه الزاوية سميها ثيتا 1. كوساين ثيتا 1 شو بيساوي؟ المجاور اللي هو قديش؟ 5 على 35. إذا الزاوية ثيتا 1 معلومة. هل هذا شو بيساوي؟ طبعا هو في طريقتين لإيجاده هذا، يا إما بتقول جذر التربيع إلى 35 تربيع ناقص 5 تربيع صح؟ مش نظرية التوارث؟ أو الوتر في ايش؟ في صاين الزاوية ثيتا 1، بس أنا وجذر ثيتا 1 أنا بحاجة إلى كمان شوي. إذا هذا الطول أصبح معلوم ولا مش معلوم؟ معلوم. إذا شبه المنحرف هذا الكبير مساحته بتساوي 15 زائد 20 على 2 في الطول هذا اللي هو الارتفاع. هلا هذا شبه المنحرف شو بدي أعمل؟ بدي أطرح منه تو سيكتورز. أوكي. إذا ثيتا 1 معروفة. طب ثيتا 2 هذه يا شباب معروفة ولا مش معروفة؟ قديش؟ 360 بروح منهم 180، ضل عندي 180، اطرح ثيتا 1 بيطلع عندك ثيتا 2. هل ثيتا 1 او ثيتا 2 بتساوي 90 درجة؟ لا، زاوية مش قائمة. اوكي، طالما عرفنا ثيتا 1 وثيتا 2 وهذه ار 1 معروفة وار 2 معروفة، مين بيقول لي هذا السيكتور شو مساحته؟ نسبة تناسب يسير. عندك 360 بتقابل باي ار سكوير مساحة كلية. الثيتا 1 بتقابل قديش؟ إذا هذه المساحة بتساوي ثيتا 1 على 360 في باي 20 تربيع. وهذه المساحة مش مبين كثير اللون هذا، خلينا نسويها بالأسود. هذه المساحة بتساوي ثيتا 2 على 360 في ايش؟ في باي في 15. طب أوجدنا هذه المساحة، أوجدنا هذه المساحة، اطرحها من مساحة ترابيزويد بضل عندك مساحة المنطقة المظلمة. هذا السؤال جابوه في امتحان مساح مرخص. عجبتني الفكرة فحطيته. أي سؤال ثاني؟ نعم. 8 11 فرع بي. نعم. بس ليش اعتبرت التانجنت من الارتفاع بين المسافة بين اي تانجنت؟ هذا هو التانجنت؟ لا مثلا الكرتين هاي this is what's given. هذا من ضمن المعطيات، هذا يكون من تانجنت. التانجنت للدائرة بيعمل زاوية قائمة مع نصف القطب. basic information. okay. سؤال 8 برضه متنبئ فيه هذا السؤال كنت سأله. عندي منطقة عملت فيها جريد، عندك A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1. إذا شكل الجريد هو
هذه A B C D. واضح انه هذا هو شكل الجريد A B C D. واحد اثنين ثلاثة. الارتفاعات موجودة، لاحظ كل الارتفاعات أعلى من 17 متر صح؟ السؤال هذا في مطلوبين. المطلوب الأول أنا بدي أصيد عصفورين بحجر واحد. المطلوب الأول إذا كنت بدك تقص المنطقة كلياتها بحيث يكون الارتفاع الجديد 12 متر، قديش حجم الحفر؟ السؤال الثاني أو الفرع الثاني، لو بدنا نقصها بطريقة إنه المناطق العالية تضم المناطق الواطية لا يزيد ولا ينقص، يعني النت فوليوم صفر، أوكي؟ يعني كمية القط بتساوي كمية الردم. يا ترى شو هو الارتفاع الجديد اللي بيعطيني الكونديشن هذا؟ واضح؟ لا 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 مش الأفرج، خليك معي. الأفرج في هاي الحالة أنت بتعامل جميع النقاط هاي نفس المعاملة، ما بصير تعامل نفس المعاملة، في وزنها أنا. هذه مشتركة بين أربع سيلز بينما هذه مشتركة بسيل واحدة، ما بصير أنك تأخذ بس مجموعهم وتقسم على عددهم. واضح؟ لأن الأفرج ما بيمشي. طيب. خلينا نفترض، بدي أمسح هذه علشان أعمل فراغ للي بدي أكتبه. خلينا نفترض انه انا بدي اقص لمنسوب جديد مقداره اكس، ماشي؟ هذا المناسيب الموجوده، this is the old elevation. The new elevation is x. The new elevation is x. اذا لو جينا نضيف هنا بعض الاعمده، أنا عندي عمود، مشكلة تعمل خط صحيح بيطلع عندك مايل هان عماله، أوكي مش مشكلة. أنا دبث أوف قط، خلاص سي depth of cut. عند هاي النقطة 17.06 ناقص x، وأنا مجرة طبعا. عند هاي النقطة عمق القط قديش؟ 17.48 ناقص x، 17.63 ناقص x. معلومة جرة. هنشوف كل زاوية مشتركة بكم مربع أو كم مستطيل. Number of rectangles. خليني أصغرها أو مش مشكلة بنخفيها هذا. Number of، خليني أرمز لها بالشكل هذا. Rectangles. A1 مشترك بكم سيل؟ واحد. A2 تنتين. A3 واحد. B1 تنتين. B2 أربعة. وهذا مجر. هلا اضرب هذا في هذا، خلينا نسميه هذا العمود رقم ثلاثة وهذا العمود رقم أربعة. هلا هذا العمود رقم خمسة شو بيساوي؟
شو بنعمل؟ تذكروا الفوليوم يساوي A على 4 في إيش؟ في بين قوسين مجموع الـ H1 زائد 2 في مجموع الـ H2 زائد وانه مجرد يعني اللي هو هذا في هذا. إذن بيساوي 3 في 4 اضربهم واجمع اوجد المجموع. المجموع شو بيكون هذا شباب؟ اللي في داخل القوسين صح؟ هلا حتى توجد الفوليوم شيل هذا الفوليوم بيساوي A على 4 في ايش؟ في المجموع اللي هو هذا صح؟ اوكي نيجي للمطلوب الاول هلا بدنا اكس بتساوي قديش؟ 12 عوض اكس بتساوي 12 مي هذه معادله هلا شو فيها؟ بس الاكس صح؟ فبدك اكس هلا 12 عوض اكس بتساوي 12 بيطلع عندك الفوليوم الناتج اذا كانت اكس بتساوي 12 هاي المطلوب الاول. المطلوب الثاني اذا كميه الحفر بدها تساوي كميه الردم معناته النت فوليوم شو بيساوي؟ عوض زيرو وحل قديش اكس صح؟ لا في الحالة الثانية اعتبرت نقاط فيها قاط ونقاط فيها فيل. أصلا كيف طلع عندك الفوليوم الصفر؟ لأنه الموجب في قباله سالب. نت فوليوم زيرو. نت فوليوم زيرو عوضنا نت فوليوم زيرو حسبنا قديش ال فرضنا هون دكتور إنه مثل مثلا إكس ناقص مثلا ارتفاع. هلا بإمكانك تحل بطرق مختلفة ماشي؟ إحنا أنا أعطيتك الأيديال يعني سوليوشن. You can start other solutions بس ممكن انه تطول ممكن ما تصلش لجواب ممكن كذا ف يعني this is the best way to go around it. تهيالي انه كفي اسئله خلينا نرجع لموضوعنا شابتر 9. حدا ضل عنده اسئله على الشابتر هذا؟ يعني انا ما اعتقد غطيت الاسئله اللي most frequent questions او most frequent asked questions. اوكي اللي عنده اي سؤال يعني اتمنى عليكم تستغلوا اوفيس اور. انا عامل اوفيس اور من 11 ل 12 يوميا موجود في المكتب اساسا نحاول نستغل الوقت هذا في الشرح. شابتر 9 مرة سابقة أخذنا degree of curvature arc definition وتقينا المعادلة التالية PA بتساوي 17.18.873 divided by R. كنا التناسب كام؟ عكسي. هذا باعتماد انه الدي اي تقابل قوس طوله 30 متر. في عنا تعريف اخر اللي هو تعريف الوتري degree of curvature كورد ديفينيشن. كورد وتر واصل بين نقطتين على محيط الدائرة أو محيط قوس. هذا هو الوتر. بعض الدول تستخدم التعريف هذا. أنت you have to be familiar with all types of definitions. ما حدا بيضمن أنك تبدأ تشتغل في البلاد عندنا. كنت تروح على بلد تستخدم كورد ديفينيشن. وهذا بالذات في أعمال السكك الحديدية بيستخدموه. ليش؟ تسألوا بتوع الترانسبورتيشن فيما بعد. ولكن التعريف بيقول انه دي سي دي ديجري اوف كيرف سي كورد از ذا سنترال انجل سبتندد باي ا كورد ايكوال تو 100 فيت. الزاويه المركزيه
المقابل لوتر طوله قديش؟ 100 فوت. الحصة السابقة أعطيتكم معادلة واشتقينا معادلة للون كورد وقلت لكم هذه المعادلة راح تتكرر كثير. ذاكرينها؟ لون كورد شو كان بيساوي؟ أو أي وتر؟ 2 R ساين نص الزاوية المقابلة للوتر، صح؟ إذا هذا الوتر اللي هو طوله 100 بيساوي 2 R في ايش؟ ساين دي سي على 2 الزاوية المقابلة دي سي 50. إذا R شو بتساوي؟ 50 على ساين دي سي على 2. برضو التناسب هنا ايش؟ عكسي ولا طردي؟ عكسي. لما بتقل الدي سي بقل الساين تبعها، صح؟ بتزيد الار. واضح؟ اوكي. خلينا ناخذ هلا مثال يستعرض المفاهيم المختلفة اللي اخذناها الحصة السابقة والحصة هذه. عندنا سيركلر كيرف يصل بين باك تانجنت فورورد تانجنت. باك تانجنت والفورورد تانجنت بيعملوا مع بعض زاوية اللي انجل اوف انترسكشن مقدارها 44 درجة و18 دقيقة. المنحنى هذا درجته حسب التعريف القوسي دي اي degree of curvature arc definition is equal to 1 degree and 48 minutes. Required is to calculate all the five other elements. The two basic elements are delta and r. R or degree of curve. مش قلنا r degree of curve هما خلينا نقول مجازا اسمين لنفس الشيء. إذا عرفنا واحدة نعرف الثاني. فr معروفة. فاللي ضل بدنا نعرفه اللي هو t ال l من T ال L L C M و external L C مش من مطلوبات مش حاطه من ضمن بس بإمكانك تحسبه بكل سهولة. radius طالما معروف عندنا الدي اي بس الدي اي شباب هذه بدك تحولها ل decimal 48 على 60 بيطلع 1.8 بالعشرة نجريز. لما تحولها في المعادلة هنتعامل مع ديسيمال. اوكي. فار بتساوي 1718.873 over دي اي 1.8 وبيطلع لنا 954.93 meters. تي is equal to r tan دلتا على 2 تطبيق مباشر بعد 388.73. ال كنا في طريقتين لحسابها اما دلتا على 180 في باي في ار او اذا كانت الدي اي معروفه مباشره دلتا على دي اي في ايش؟ في 30. دلتا على دي اي في 30 وبيطلع لنا طول المنحنى 738.33 متر. External is equal to R multiplied by 1 over cosine delta over 2 minus 1 and M is equal to R multiplied by 1 minus cosine delta over 2 كلياته تطبيق مباشر. أي استفسار شباب؟
من السهل ان نجيب فرجار مع قلم رصاص مع ورقة، نثبت الفرجار ونرسم منحنى على الورقة، ولكن كيف نرسم منحنى على أرض الواقع؟ لاحظتوا قبل شوي طول المنحنى قديش طلع؟ 733 متر تقريبا. كيف تعمل منحنى هذا؟ لو كل منحنى نصف قطره 10 متر بتكون لي بسيطة. بنجيب شريط وبنمسك الصفر تبعه وبنحط لنا علامة عند العشرة متر زي شوكي وبنشحط على الأرض، بيطلع عندي منحنى صح؟ هلا إذا بدك البنا يبني كيربستون على سبيل المثال، شو معنى كيربستون؟ مر معكم الحجر الرصيف هذا اللي بيبنوه في الأول، هم يعملوا الرصيف هذا بسموه كيربستون على تقاطعات الطرق. أنا بدل ما يكون هذا بالشكل اللي أنتم شايفينه، شو اللي بيعملوه هنا؟ بروح بعمل منحنى، وهنا ببنوا حجار، هذول هم اللي بسموهم كيربستون. فأنت بدك تحط علامات للي بده يبني عشان يعرف كيف يمشي صح؟ هلا إذا كان هذا نصف قطره 10 متر، ممكن تقول لي والله بنثبت صفر الشريط ها، بنشد بنحط علامة، بنشد بنحط علامة، بنشد بنحط علامة، بنشد بنحط علامة، بنشد بنحط علامة. أعطينا مجموعة علامات خلص بيمشي عليها البنا. هلا لو كان عندي هنا بناي، نعم نعم قلت لكم انه هذا راح يجينا فيما بعد التعامل معاه، هلا بنشوف. لو كانت في عندي هنا بناي نقدر هاي النقطة نوجدها ونثبت عليها صفر الشريط؟ نقدرش، في عندي عائق. إذن حتى لو كان نصف القطر صغير 10 متر هو ضمن طول الشريط، بس في عندي عائق منع الكلام هذا. فما بالك لما بيكون نصف القطر 400 متر أو 800 متر؟ نجيب شريط طوله 400 متر وندور على المركز، مزبوطش. اوكي اذا هلا راح نتعلم كيف نعمل منحنيات برا على ارض الواقع، مش بس على الورق او على شاشه الكمبيوتر، علشان نحط علامات منشان البولدوزر يعرف وين يروح وين يحفر. اوكي راح نبدا في المنحنيات اللي نصف قطرها صغير، اللي خلينا نقول ضمن طول شريط، اللي عادة ما تتواجد داخل المناطق المأهولة على تقاطعات الطرق. اوكي نصف قطر ممكن يكون 10 متر 15 20 متر، يعني بما معناه بإمكاننا نوقع هذه المنحنيات باستخدام ايش؟ ادوات مساحة الجنزير، مش بحاجة لا لتوتال ستيشن ولا ثيتولايت ولا اقمار صناعية. اوكي أدوات مساحة الجنزير اللي كنا بإمكانك إنك تستحوذ عليها أو تشتريها بخمسين ستين دينار. هناك العديد من الطرق المستخدمة في مساحة الجنزير، احنا بنعطيك إياها وإنت حسب الظرف اللي عندك بتختار الأفضل. أول طريقة اللي هي نسميها by ordinates، ordinates معناتها أعمدي. By ordinates from the long cord. طلع المنحنى. Long cord واصل بين أي نقطتين؟ PC و PT. هذا هو long cord. نقول لك by ordinate from the long cord. يعني بدنا نأخذ نقاط على long cord. ونقيم منها عمدي، هذا عمود هذا عمود هذا عمود، بدنا نقيم عمدي بحيث ان نقاط نهايات الاعمدي تكون وين واقعة؟ على المنحنى.
واضح انه هذا او هذه الطريقة تتطلب انه تكون الرؤية بين البي سي والبي تي مالها متوفرة، لانه اذا انت مش عارف اتجاه الخط هذا كيف بدك تقيم عليه عمود؟ تتذكر طرق إقامة العامدي في مساحة الجنزير؟ انت بدك توقف على نقطة على الخط، طب كيف تعمل نقطة على الخط؟ ممكن تضطر تعمل عملية تثليث، حتى تعمل عملية تثليث بدك توقفها، بدك تطلع هان وبدك تحط على ما، صح؟ ف يعني لو وجد عندي بما معناه بناية هانا، هل بقدر استخدم الطريقة هذه؟ لا، الرؤية المباشرة يجب ان تكون متوفرة. نعم، انا بدي خط اقيم عليه عمدي، حدد لي الخط. كويس، بس اذا انا اذا هنا في عندي مشكله ومتوفر لي طريقه اسهل، ليش انا اكد احل مشكله العائق؟ واضح، انا بدي اعطيك اربع طرق مختلفه عشان اتخطى العوائق اللي عندك. هلا بدي اعطيك طريقه انه لو كان عندي انا عائق انه اتلافى موضوع العائق واشتغل بطريقه مختلفه. ماشي، اوكي. طيب، حددنا مكان، يعني هذه الرسمة خليني أرسم لكم شغلة شبيهة بالضبط وبنفس الميل تبعها لو كان عندي الوضع الثاني. هذا شارع وأنا بدي أعمل منحنى يوصل من هنا لهنا، هذا منحنى تبعي. أوكي، هاي نقطة التقاطع، قسنا من هنا لهنا مسافة تي، حددنا البي تي، من هنا لهنا مسافة تي حددنا البي سي، هاي البي تي، هذا هو اللون كورد. هلا هذا المنحنى مش موجود عندي، بدي من هذا اللون كورد اصير اقيم عمدي. اوكي، طيب اعزل لنا هذا الوضع. هلا هذا الوضع هو هذا الوضع. اوكي، فاذا عندي هلا نقطة البي سي والبي تي، بنقدر نحدد نقطة المنتصف اللي هي نقطة بي. الرؤية موجودة، نقدر نقيسه ونحدد نقطة المنتصف. قديش طول العمود اللي أنا بدي أقيمه هنا حتى تكون النقطة هذه واقعة على المنحنى؟ ام الميد أوردينيت، الميد أوردينيت معروف اللي هو ار في واحد ناقص كوساين دلتا اثنين، حسبناها قبل شوي في المثال. إذا هذا ام، كم نقطة صار عندي على المنحنى؟ ثلاثة، بي سي ونقطة المنتصف وبي دي. بكفيش، بدنا نقاط أخرى. شوف شو اللي بدي أعمله هلا. بدي أمشي من النقطة بي باتجاه البي سي مسافة خلينا نسميها إكس، هي. إذا هذه من هنا لهنا إكس. أيوة. بدي اقيم عمود طوله واي، قديش لازم تكون واي حتى تكون النقطة جي هذه واقعة على المنحنى؟ اشتقاق، اشتقاق بسيط. المسافة من هان للنقطة جي شو بتساوي؟ ار، وهذه اكس وهي الزاوية قائمة. إذا هاي المسافة الكلية شو بتساوي شباب؟ شو بتساوي المسافة الكلية هذه؟ طب رسمناها صح احنا مرة ثانية، هي هذه بتساوي الجذر التربيعي لآر تربيع ناقص إكس تربيع، صح؟ هي جذر تربيع لآر تربيع ناقص إكس تربيع. اطرح الجزء هذا، هذا الجزء شو بيساوي؟ الجذر التربيع لآر تربيع ناقص ال سي على 2 الكل تربيع، او تقدر تقول آر في كوساين ايش؟ دلتا 2، صح؟
إذا أنت بدك تستخدم أطوال بتقول جذر تربيع ال R تربيع ناقص ال C على 2 كل تربيع. شو بيطلع عنا؟ طلع عنا Y اللي أنا بدور عليه. إذا Y بتساوي جذر التربيع ال R تربيع ناقص X تربيع هذا البعد ناقص جذر التربيع ال R تربيع ناقص ال C على 2 تربيع. معادلة فيها واي إذا فانكشن وبيش أو إكس. فكل اللي عليك إنه تعمل جدول اقترح أنت إكس واحسب إيش واي. خذ على سبيل المثال 5 متر احسب، 10 متر احسب، 15 متر احسب. انت بتحسب من جهه واحده لانه في عده سيمتري، اللي بتطبقوا هنا بتطبقوا على الجهه الاخرى. هلا بتحمل معك الجدول هذا وبتروح على الموقع بتحدد بي سي وبي تي، بتنصب، بتقيم العمود الاول بطول ام اوكي، وبعدين تبدا تطبق الجدول هذا. بيتوفر عندك عدد كافي من النقاط اللي في مجموعه ايش تمام منحنى. هلا ممكن مسافه بين كل نقطه ونقطه تطلع 5 و10 متر، ابعد مسافه هيك وتطلع بتلاحظ انه فعلا النقاط على ارض الواقع عاملات منحنى. هل بهذه الطريقه بلزمني اعرف او وين مكانها على ارض الواقع؟ صحيح اني استخدمتها بالاشتقاق بس ما بلزمني اعرف وين هي. الطريقه الثانيه اللي هو لو كان عندي عائق هنا والرؤية مش موجودة شو نسوي؟ امسح الحكي هذا عشان ضغط رسمة تنظيفي. نشتغل بطريقة ثانية اللي هي by offsets from the tangents. هذا اللي كان موضوع احد الاسئلة في مساحة الجنزير، تذكروا على ما اعتقد سؤال 3-2 ونزلت لكم اياه مرة على المسكون. شوفوا شو بنسوي. طالما انه انا بقدرش اقيس هان، انا بدي اخذ من البي سي مسافة طولها اكس، اقيم عمود قيم عمود. هذه مش مشكلتي، مشكلة التكنولوجيا. قيم عمود بطول واي، قديش لازم يكون طول العمود حتى تكون النقطة جي واقعة على المنحنى؟ بكل بساطة خذ لي المثلث من هان لهان ومن هاي النقطة نسقط عمود على نصف القطر هذا. إذا هذه واي، هاي قديش بتكون يا شباب؟ واي. اوكي طيب هذه كده بتساوي، هذه بتساوي الجذر التربيعي R تربيع ناقص X تربيع، صح ولا لا؟ هي هذه كلياتها، عفوا هذه كلها R وهذه X، قائم الزاوية جذر تربيع ال R تربيع ناقص X تربيع. هلا هاي المسافة كلها من هان لهان قديش؟ R. شيل من هذا الجزء شو بضل عندي؟ ال Y. إذا ال Y بتساوي، بس بنكبرها شوي، بتساوي هذه ال R ناقص الجذر التربيع لإيش؟ ال R تربيع ناقص X تربيع. هلا ما عليك إلا تعمل جدول مماثل X Y. خذ اكس 5 متر، خمسة متر احسب واي. خذ اكس 10 متر احسب واي. واهل مجر تاخذ معك الجدول هذا، تطلع على ارض الواقع، بلش من النقطة هاي جهة البي اي 5 متر، قيم عمود نهايته واقع المنحنى.
10 متر كيم عمود نهايته واقع منحنى. هذا الجزء خلينا نقول من هان لهان بتوقعه من هاي الجهة، وهذا الجزء من هان لهانا ممكن توقعه من هاي الجهة. ليش؟ لأنه كل ما أبعدت شو بصير بأطوال الأعمدة بتزيد، فأي انحراف في العمود هيك ولا هيك تبعد النقطة عن المنحنى، ولهذا السبب يفضل إنك توقعه من الطرفين. 100% نفس الشيء. أوكي، أخذنا إشارة انتهاء المحاضرة. يعطيكم ألف عافية.